نصبح عليكم بالخير من جديد في صباح الخير يا كويت وفقرة التغذية مع الأستاذة مريم بن رجب أخصائية التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح النور. هلا حياك الله. اليوم راح نبتدي الأسبوع بالشوكلت. اي نعم. اليوم شايفة جايبت لنا أنواع وايد، احنا كلنا نعرف أن في أنواع من الشوكلت. إيه نعم. لكن أستاذة مريم نبيش تفصلي لنا أنواع الشوكلت. اي نعم. طبعا اليوم حبينا بما أن بداية الأسبوع شوي الموضوع يكون مشوق وشيء الكل يحبه اللي هو الشوكلت. بس موضوعنا اليوم اخص بالذكر راح يكون طبعا عن الدارك شوكلت اللي للاسف اللي مو وايد ناس يفضلونه. فبدايه حابه ابدي شنو الفرق بين انواع الكاكاو؟ نعم. عندنا طبعا ثلاث انواع كاكاو متعارفه اللي هو الدارك شوكلت المر. النوع الثاني المعتاد اللي هو سبب فيه زياده الوزن وايد وخصوصا عند الحريم اللي هو الاكثر اقبالا. اكثر اقبالا. صحيح. بالضبط. نعم اللي هو الميلك شوكلت. يسمونه ميلك شوكلت بالضبط. أيوة. والاخير عندي اللي هو الوايت شوكلت او الكاكاو الابيض. الابيض. انزين السؤال اللي يطرح نفسه الحين شنو الفرق بينهم؟ نعم. اولا لازم نعرف شنو مصدر الكاكاو الاساسي. مصدر الكاكاو يلي من شجرة الكاكاو، هذه الشجرة تطلع لي ثمرة حالها حال بقية الأشجار. نعم. هذه الثمرة لما تنفتح داخلها تقريبا من 30 إلى 50 بذرة على الأقل. هذه البذور يأخذونها ويدخلونها في آليات مثل تسخين وتجفيف تحت أشعة الشمس وغيرها. بعدها يتم إما طحنها، إذا انطحنت تسوي لي بودرة الكاكاو، وإذا انعصرت تعطيني زبدة الكاكاو. فزبدة الكاكاو هي عبارة عن زيت نباتي. نعم. فهذه هي طريقة أصلا استخلاصها. بالضبط. زين شلون يتدرج إلى أنه يكون دارك شوكلت أو الميلك شوكلت أو الوايت شوكلت؟ بالضبط. طبعا الدارك شوكلت لازم نسبتها تكون 70% وفوق من الكاكاو نفسه. وهذا الشيء طبعا ما في حليب، فلذلك تشوفين لونه حيل داكن. بالنسبة حق الكاكاو العادي تقريبا في نسبة 30% من الكاكاو والبقية تكون سكر وحليب. وحليب، ويمكن هذا اعتقد هو السبب ان الناس تقبل عليه اكثر لانه يكون طعمه احلى. بالضبط. نعم. الوايت شوكليت. الوايت شوكليت يكون عباره ما في كاكاو، يكون في زبده الكاكاو فقط اللي هو الزيت، ينضاف له حليب وسكر واحيانا نكهه فانيليا. يعني اتوقع هذا يمكن هو ادسم شيء الوايت شوكليت، مع ان الناس يعني تظن انه حليب. صح. صح. فاذا بنرتبهم طبعا من واحد لثلاثه، رقم واحد بالفائده هو طبعا الكاكاو الداكن او الدارك. نعم. شوكليت. استاذه مريم دامي بتطار الفائده، خلينا نتكلم عن فوائد الكاكاو بشكل عام. طبعا الكاكاو انا بس ابي انوه على شغله، لما انا اتكلم عن الكاكاو او فوائد الكاكاو اقصد الدارك شوكليت. نعم. يكون جودته ممتازه، نسبتها 70% وفوق، مو الانواع التجاريه اللي تدعي انها المتوفره بالجمعيات وغيرها. بالضبط. في انواع وايد ممتازه بالجمعيات وتكون عضويه افضلها عن الانواع العاديه. انزين لما نتكلم عن فوائد الدارك شوكليت، الناس اللي مو وايد ناس يعرفون انه له فوائد وايد. صحيح. على الجسم. في دراسه نشرت في المجله الطبيه، في مجله الجمعيه الطبيه الامريكيه، ان الاشخاص اللي يتناولون 6.3 جرام من الكاكاو الداكن لمده 18 اسبوع لقوا عندهم انخفاض في ضغط الدم. ممتاز. فهذا الشيء وايد مفيد، وسووا نفس الدراسة على الوايت شوكلت ما عطت نفس النتائج. فإذا بنتكلم عن فوائد الدارك شوكلت، رقم واحد يساعدني في تخفيض ضغط الدم. ممتاز. رقم اثنين، الدارك شوكلت أو الكاكاو الداكن حيل عالي بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة معروفة أنها محاربة للشيخوخة. صحيح. فلي ببشرة صحية شابة خل دارك شوكلت. دارك شوكلت على طول. أيضا في دراسة في جامعة كاليفورنيا لقوا أن الأشخاص اللي يتناولون الدارك شوكلت خفض هذا الشيء من معدل الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL بالجسم. ممتاز. فلذلك وايد كلمة أو اسم الدارك شوكلت مرتبط بأمراض القلب من ناحية إيجابية. صحيح. نعم. طيب الحين لما نتكلم، احنا تكلمنا عن الفوائد. نعم. لكن لما نتكلم شلون طريقه اللي ناكله، احنا صراحه يعني تشوفين انه ما في اقبال وايد على الدارك شوكليت. نعم. على الرغم ان الكل عارف انه هو مفيد. صح. لكن طعمه المر هو اللي يخلي البعض يبتعد عنه، ودائما نبحث عن البديل. صح. اللي هو نظن انه هو يعني يوازي بالفائده، لكن اكيد دارك شوكليت اكثر. نعم. شلون نقدر نتغلب على مرورته وناخذ فائدته؟ نعم. طبعا في اكثر من طريقه ان انا اكل فيها الدارك شوكليت. للاسف اللي يصير مع الناس انه يفتحون العلبة على طول دايركت،
تصدمهم المرورة فيوخرون عنا، وللأسف قاعد يفقدون وايد من فوائده اللي ما استهلكه. نعم. ففي أكثر من طريقة. الطريقة الأولى أن أنا ممكن أخلطها مع المكسرات أو الفواكه المجففة. هذا طبعا عبارة عن جوز حطيته بس نص عشان يصير شكله هم حلو، وهذا عبارة عن لوز طبعا كله ني مو محمص. هذه فكرتها وايد حلوة وظريفة، حتى شكلها وايد مشوق، يعني أن الشخص ممكن يذوب الدارك شوكولات طبعا بدون استخدام أي زبدة أو كريمة، وبعدها يحط عليه شغلات مجففة مثل هني أنا حاطة موز مجفف، جوز الهند مجفف. هذا يعني مو جاهز، هذا أنت مسويته؟ لا هذا أنا مسويته بالفرن؟ لا لا لا، بس انت مجرد انك تذوبينه خليه يبرد، طبعا حطي الشغلات اللي تبينها عليه وخليه يبرد، راح يصك. نعم. وراح يصير هذا شكله. يعني هذا بدون اي زبده ولا كريمه او اضافات. ممتاز. بس حتى ريحته، ترى ريحته وايد حلوه الدارك شوكليت، يعني ريحته احلى من اللي احنا متعودين عليه الشوكليت العادي. نعم. وهني عندي اعتقد اختيار الفراوله. الفراوله هذا نفس الشيء، اذوب كاكاو واحط فيها الفراوله، ومجرد انه يبرد الكاكاو راح تعطيني هذا. ما تاثر تركيبته بالتسخين بالتبريد؟ ما تاثر؟ لا نعم، لان انا قاعده اسخنه لدرجه بسيطه جدا، يعني مو لدرجه انه هو الاحتراق يعني. ممكن بعد يا اني احط الفراوله كذي او احطها شيء على طريقه فوندو، يعني انه يكون الكاكاو ذايب والشخص هو ياخذ المقدار اللي يحتاجه او يبي. بالضبط. او ممكن هني عندي بعد الموز. نعم. ممكن انه هو استخدمه بدل. ايضا اختيار حلو. نعم. الكوفي اللي هناك هذا شنو؟ هذا عباره عن هوت شوكليت. اوكي، بس محضر من بودره الكاكاو اللي هو الدارك شوكليت. اي نعم. ببساطة حطي أي نوع حليب، سواء حليب عادي، حليب اللوز، حليب فول الصويا، واستخدمي بودرة الكاكاو اللي يكون مكتوب عليها غير محلى. وطبعا لأنه هو طعمه مر، فأنا أحلي الأفضل بالعسل. نعم. مني أن أخذ فائدة الحليب والعسل بنفس الوقت. طيب أستاذة مريم، الحين بنروح بنشتري دارك شوكليت، شلون نعرف الجودة؟ شلون نعرف أن هذه النوعية هي النوعية اللي يعني مناسبة وفعلا فيها 70% من الشوكليت؟ طبعا الأفضل أنك أنت تقرأ على المكونات وتتأكد أن أول مكون يكون فيها بالضبط مكتوب كاكاو داكن، ما يكون ان اول كلمه سكر او حليب او غيره. نعم. وللاسف وايد ناس يخافون من موضوع الدارك شوكليت، على الرغم ان البعض منهم يدري شنو فوائده من ناحيه الوزن، يخافون زياده الوزن. هذا هو النقطه اللي الحين بتكلم عنها. الوزن، لان الناس الحين قاعد تتكلم عن الكاكاو يقولون شلون صحي وهو يزيد الوزن. صح. طبعا قاعده ان هذا الاكل احنا نقولها بالعاميه يمتن او يضعف، قاعدة جدا خاطئة. ما في أكل يمتني أو أكل يضعفني، هو في شيء اسمه احتياجك للسعرات الحرارية. إذا أنت زدت عن احتياجك للسعرات الحرارية شيء طبيعي أن وزنك راح يزيد. نعم. أما إذا كليت أقل من احتياجك للسعرات الحرارية أكيد الوزن راح ينزل، فماكو شيء اسمه أن الكاكاو يمتني أو الكاكاو يضعفني. هو طريقة أكلك له. أي نعم. وهذا اللوح تقريبا هو 35 جرام، فيه تقريبا 205 سعرات حرارية. 200 سعرة حرارية كوجبة خفيفة اختيار جدا ممتاز. ممتاز. بس أنا أفضل أن ما تأخذ 200 كاملة من الشوكولات، تقدر تأخذ نصه، والنص يكون مثلا تخلطه مع حليب أو مع فاكهة، عشان هم تأخذ الفوائد الفيتامينات المعادن والألياف اللي من الفاكهة. نعم. بصراحة موضوع شيق في حق بداية الأسبوع. شكرا جزيلا لك على وجودك ويانا الأستاذة مريم بن رجب، أخصائية التغذية العلاجية. وسمحي لي أخذ واحدة عشان أجرب الدارك شوكليت. هذا كله أنت مسويته؟ نعم. نستكمل معاكم فقرات صباح الخير يا كويت.